السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم الموضوع عن احتلال العراق المرتبة الثالثة على مستوى العالم في تصنيف الإفلات من العقاب. العراق جاء بعد الصومال وسوريا بالترتيب على مستوى العالم من حيث تصنيف الإفلات من العقاب، هذا وفق المؤشر العالمي للإفلات من العقاب الذي يصنف الدول حسب مقاضاتها مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين. طبعا نحن في العراق لا نتحدث فقط عن الصحفيين اليوم في هذه الحلقة بشكل خاص، الموضوع بشكل عام. مبدأ الإفلات من العقاب المتبع في العراق أو الذي يعمل به بالعراق الآن، نتساءل عن الأسباب التي قادت إلى غياب القانون الرادع لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم. لماذا لا نجد من يحاسب؟ لماذا لا نجد من يعاقب من ارتكب انتهاكات؟ لماذا تقتصر المحاسبات والمحاكمات والمقاضات ضد المواطنين البسطاء؟ ولا يصل الموضوع إلى السياسيين، إلى الحيتان كما يوصفون داخل أروقة العملية السياسية في العراق. هؤلاء الذين سرقوا مليارات العراق، هؤلاء الذين خربوا البلد، دمروا البلد، نشروا الفوضى، نشروا السلاح، أباحوا للميليشيات أن تفعل ما تشاء في العراق. أين هؤلاء من العقاب ومن المحاسبة ومن الملاحقة القانونية؟ لماذا القضاء في العراق يعمل فقط على المواطن البسيط، الطفل الذي قام بسرقة علبة مناديل ورقية تم حبسه لمدة سنة، لكن المسؤول الذي سرق مليارات الدولارات أو ملايين الدولارات الأمريكية من خزائن الدولة العراقية ومن المال العام نراه يتمتع بالحصانة وبالسيادة وبالحماية القانونية، ولا يصل أحد أو يستطيع أحد أن حتى يستجوب في البرلمان على الأقل؟ هذه الأسئلة نطرحها مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركونا للإجابة عليها حول الأسباب التي تقود إلى غياب القانون الرادع في العراق، غياب القضاء، غياب المحاسبة لكل من ارتكب مفسدة معينة، من قام بارتكاب انتهاك ضد حقوق الإنسان، ضد المال العام، من سبب الذعر أو الإرهاب للمواطنين، للعراقيين بشكل عام. من معنا الآن؟ السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بالنسبة لموضوعكم، احنا يعني من 2003 لحد الآن ان القانون مغيب، ويعني ما عندنا قانون لا هسه، حتى مجلس القضاء الأعلى واللي جاي تخسر عليه الدولة ملايين الدولارات من رواتب وفلوس وغيرها، يعني يعني القانون ما مطبق عليه. من ما مطبق؟ ما مطبق على الناس الميليشيات والناس الفاسدين والناس المسؤولين بالدرجة الأولى السياسيين، أما على الفقراء والأبرياء تعرف أستاذ محمد، يعني يطبق القانون بكل حذافيرة. يعني مرة صار الطفل مراهق يمكن سرق لباكيت كلينس، هذا لين ما وراء أحد طبق من القانون ونحكم. يعني شوف الـ شوف الـ يعني حتى بظلمهم المحاصصة يقسموها على الفقير أو الأغنياء أو الأحزاب أو المتسلطين. فالقانون وكل الناس ومنظمات الموجودة بالعراق تعرف أن العراق تم سرقة أمواله وخيراته من 2003 ولحد الآن. بكل فواصل الدولة، بكل مجالات الدولة، زراعة، صناعة، تجارة، كهرباء، العقود الوهمية، بكل المنافذ الحدودية، آبار النفط، كل شيء مسروق من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، كلهم سراق وفاسدين ومكاتبهم، وحتى القضاة ومجلس القضاء الأعلى والأحزاب وكلها. يعني احنا أنا لكم معلومة، حتى آبار النفط مقسمين، المقتدى واحد، مجلس الأعلى واحد، يعني مقسمين آبار إنها شنو عائدات المن للأحزاب في سبيل، يقول لك دولي جاهدة ضد النظام وغيرها وإلهم يعني امتيازات خاصة. لكن القانون
احنا مغيب عندنا، مغيب، والدليل هاي الجرائم اللي جاي يصير بالعراق يعني ماكو احد يحاسبهم ولا نعم. اي منفذ لاي جريمه من اغتيالات والعبوات والمتظاهرين تم قتلهم واللي بالمعارك مع داعش، يعني الممرات الامنه اللي 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 غيبهم الاف مؤلفه من الناس ما حد حاسبوه نهائيا. ليش؟ لان 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 الكل خط احمر والكل فوق القانون، سواء حشد او الاحزاب او حتى السياسيين كلهم فوق القانون. من اللي يطبق عليه القانون؟ المواطن العراقي البسيط يطبقون عليه القانون. نعم. انا اشكرك، وضحت فكرتك يا سيد صباح من بغداد، اشكرك للمشاركه. اقرب جريمه حصلت هي مجزره الفرحاتيه في محافظه صلاح الدين يوم 17/10 اللي مضى، وتعهدات الحكومية بمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة وإيجادهم رغم كل الاعترافات، إن كانت من أهالي المنطقة أو إن كانت من حتى محافظ صلاح الدين اللي حصر المسؤولية بين طرفين. هذا الموضوع مضى عليه 5 أيام وحتى هذه اللحظة لم يتم الوصول إلى الجنات، لم يتم محاسبتهم، لم يتم عرضهم أمام المؤسسة القضائية، أمام قضاء، أمام محكمة، و حبسهم أو عقابهم بالطريقة القانونية المناسبة يعني حتى هذه اللحظة. طبعا هذا الموضوع هو جزء من سلسلة كبيرة من اللجان التحقيقية، من الوعود الحكومية التي أعطيت في انتهاكات معينة، في جرائم، في اغتيالات صارت في محافظات جنوب ووسط العراق وحتى في المناطق المحافظات المنكوبة اللي شهدت انتهاكات كبيرة. يبقى السؤال القائم، لماذا العراق دولة يستطيع فيها المجرم أن يفلت من العقاب، يستطيع فيها من يرتكب انتهاك أن يبتعد عن أعين القضاء، أعين العدالة، إن كانت هناك عدالة أصلا في العراق؟ وهو أيضا سؤال آخر، هل توجد عدالة في العراق؟ هذا السؤال أيضا يطرح في ظل الحديث المستمر من قبل وسائل إعلام محلية تابعة لأحزاب وحتى تابعة للسلطة وحديث مسؤولين أنه القضاء العراقي الشامخ. طيب هذا القضاء العراقي الشامخ لماذا يصنف إذن العراق الآن ثالث على مستوى العالم في الإفلات من العقاب بالنسبة للانتهاكات المرتكبة وفق الإحصاء ضد الصحفيين؟ والصحفي مهما كان يظل في النهاية هو مواطن يعيش في هذا البلد، وبالتالي هو جزء من هذا البلد، وأيضا الموضوع يمتد إلى أكبر من قضية الصحفيين. كما قلنا في العراق الانتهاكات والجرائم التي ترتكب لا يوجد من يحاسب مرتكبيها، على الأقل الجرائم الحديثة التي حصلت. السيد أبو محمد من السماوة، تفضل. السلام عليكم، شلونك سعد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية إلى قناة الرافدين البطلة، حياك الله أستاذ محمد. بالنسبة للجرائم اللي تحدث عندنا بالعراق، طبعا هاي منتهي من سنة 2003 لحد الآن. نعم. العراق القانون به غاية، ودخلنا مرحلة شريعة الغاد اللي هي القوة بها. نعم. هو اللي يحكم والضعيف مهدور حقه ومغير. نعم. بالآخر جريمة اللي ندري بها احنا قضية الفرحاتية اللي هم ابناء شعبنا واخوان اللي انقتلوا بمعرض قضاء بلد. نعم. بدون أدنى سبب، سواء أنه يدافعون عن ممتلكاتهم ويدافعون عن أرضهم. والمعاملة عليهم كانت واضحة لكل شخص، أنه كيف أنه أخذوا أبنائهم وقتلوهم بدم بارد، أخذوا 4 زين. يعني إحنا نسأل أنفسنا. نعم. نسأل الحكومية، 4 وين صاروا؟ ولا إذا دول 8 ما حد يعرف الجهة اللي قتلت، يقولون ويريدون هسه شو يريدون يسوون أستاذ محمد؟ يريدون يخلونها يعصبونها براس داعش، والقضية أنه على أساس عصابات داعش وكذا وخلايا. زين أنتم هالخلايا شخصاً تلقونها وتلقون القبض عليها، ونسمع بالأخبار يومية قتلت 8 وقتلت 1 لابس حزام ناس، والثاني يريد يفجر. إيش معنى يعني أنتم الجهة اللي قتلت الشباب دولة لحد الآن ما حد يعرف؟ زين وين
البث المخابراتي السيد مصطفى الكاظمي معقوله ما يعرفهم؟ زين انتم تاخذون تعهدات قبل فتره على الناس بهاي المناطق انه يخبرون عن خلايا الكاتيوشا، ويعني معقوله ما تعرفون انتم يا الخلايا اللي تضرب؟ احنا ليش وقت نقض هذه العقبات هذه القشمريات؟ ثانيا اكو قضيه اريد ابلغ عنها استاذ محمد عن طريق قناتكم، خلي انت كل العراقيين يعني ما يلاحظون ما يشوفون اخر فتره او قبل ايش كم يوم من او قبل يومين من جميع الفرحاتيه خامنئي من انطى اوامر وقال لهم لا تضربون واعلنوا هدنه من جانبهم الميليشيات وهي امريكا، وحتى امريكا ابدت استخدامها لهاي الهدنه اللي هي من جانب واحد. يعني ثاني يوم ارتكبوا جريمتهم بحق انا بقضاء بلد. يعني شنو القضيه؟ اذا اكو استراتيجيه جديده للايرانيين راح يتبعونها وهي ترقصص القواعد بالكاتيوشا والاتجاه الى اذكاء الفتنه الطائفيه من جديد بين ابناء الشعب الواحد وزرع الكراهيه بين ابناء الشعب الواحد وضرب المصلحه الوطنيه بين ابناء الوطن. يعني احنا نسال يا سيد ابو محمد نتفرج على الانترنت على مواقع إخبارية على صفحات متعلقة مثلا بالثورة وكذا نلقى ما يسمون حسب التوصيف الشائع الآن الذباب الإلكتروني اللي هم ممكن تابعين لأحزاب وممكن عقولهم مغيبة يدخل يهاجم ويقول أنتوا الكذا أنتوا الكذا، يهاجم ويسب ويشتم لأنه ما مقتنع بفكرة معينة. يعني مصطفى الكاظمي صار له بالحكم فترة ولم يستطع أن يحاسب من يرتكبون انتهاكات، والجميع يعلم من هي الجهات التي قامت بارتكاب انتهاكات إن كانت ضد الثوار أو إن كانت ضد المواطنين بشكل عام، وكل من في الحكم ما وصلوا إلى نقطة محاسبة مسؤولين عن ارتكاب مجزرة عن انتهاك سرقة مال عام. طيب ذول اللي يدافعون باستماتة عن هذه الجهات ما دي يفهم انه لا حل في العراق الا بالخلاص منهم، انه الوضع بالعراق ما راح يتصلح الا بالخلاص من هؤلاء من هذه الاحزاب من هاي الميليشيات، انه اللي موجودين بالحكم من رؤساء الحكومات ما ممكن انه يقدمون حل او يعاقبون احد لانهم ما فاقدين للأهلية والسلطة. نعم استاذ محمد مثل ما قلت لك يعني الحكم هو بيد الاحزاب، يعني كذا هذه قضية انه اكو قانون بالعراق ليش هم الرضا مو كلهم متابعين الاحزاب؟ نعم تعال هسه خلينا نتحاسب احنا ونشوف انه هذول والله العظيم كلهم تابعين لحزب الدعوه وكلهم للاحزاب الايرانيه الباقيه. واصلا هذه القضيه وهاي المؤامره هذا غالب يعني تعليمات عن خامن الاعصاب وقال لهم سووا هاي القضيه وجريمتكم. حتى احنا ناس نشغلها بقضية داخلية جديدة اللي الشحن الطائفي والتعبئة الطائفية العفو الجماهيرية الطائفية طيب. تجاه مكون معين وحتى نحرف نفسه القادمة اللي هي 29. أنا أشكرك سيدة محمد. نعم وصلت الفكرة وضحت، شكرا جزيلا للمشاركة. ضمن الموضوع المطروح اليوم هو مشاهدين الكرام سياسة الإفلات من العقاب المتبعة في العراق، إن كان التصنيف الذي تحدث عن أن العراق على المستوى العالمي ثالثا بسياسة الإفلات من العقاب ضد الانتهاكات أو تحديدا بخصوص الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، نحن نتحدث اليوم بشكل عام عن الإفلات من العقاب في العراق. مجموعة العراق فوق خط أحمر وثقت بالتنسيق مع مركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أسماء 11228 مدني قتلوا خارج نطاق القانون على يد الميليشيات في العراق منذ عام 2003 وحتى عام 2014 على أسس طائفية وسياسية. يعني مر خلال هاي الفترة ثلاث رؤساء للوزراء حكموا العراق خلال الفترة من 2003 إلى 2014، ثلاث رؤساء وزراء أو ثلاث حكومات أو ثلاث رؤساء وزراء مع المالكي طبعا بحكومتين، لم يتم محاسبة أو معاقبة من قاموا بارتكاب هذه الانتهاكات.
طبعا هذه مجموعة أرقام فقط وثقت بالنسبة للأشخاص الذين قتلوا على يد الميليشيات في العراق خارج نطاق القانون. من معنا الآن؟ السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. الله يسعدك أستاذ، حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ. إحنا نعرف منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، نعم، استشرى الفساد بالعراق، لأن نعم. النفوذ الإيراني في كل وزارات الدولة، يعني هو اللي مسيطر على كل شيء، وكل الأمور الطائفية اللي صارت هي كانت مصطنعة من إيران. نعم. وإحنا نعرف يعني المغيبين والقتل الطائفي، القتل الطائفي واحتلال المحافظات السنية، احتلالها لتصفية القادة العسكريين من النظام السابق. أبو أيسر، سؤالي اليوم، ليش العراق وصل اليوم إلى المستوى الثالث أو التصنيف الثالث على مستوى العالم لسياسة أو ضمن سياسة الإفلات من العقاب؟ العراق ليش اليوم بالمجرم من يرتكب انتهاك لا يوجد من يحاسبه وفق القانون، لا يوجد من يستطيع أن يأتي بهذا المجرم إلى العدالة، وأنا هنا أتكلم عن المسؤول المجرمين الكبار، الميليشيات والأحزاب. المجرمين الكبار أستاذ، المجرمين الكبار هم معروفين، ذيول إيران، من قيس الخزعلي وهادي العامري وفالح الفياض والمالكي والجعفري، كلهم هم هذول ذيول إيران، هم أعطوا الضوء الأخضر لإيران بالتدخل لقتل العراقيين والانتقام للحرب العراقية الإيرانية. هاي كلها معروفة أستاذ. نعم. طيب برأيك يا أبو أيسر، شنو الحل بالنسبة للعراقيين حتى يخلصون من وجود هاي الأحزاب أو الأدوات؟ الحل الوحيد، لأن هم يقول من أمن العقاب ساء الأدب. الحل الوحيد بيد الشعب العراقي ككل، يعني في كل المحافظات العراقية. نعم. الشعب العراقي إذا يريد حقه أنه يبقى في ساحات الاعتصام. نعم. ويقدر يطرد كل هاي الأحزاب، والانتخابات المبكرة الجاية ما يشاركون بالأسماء هاي القديمة كلها. كلها لازم يتركوها وما ينتخبون أي واحد من الوجوه العكرة من الميليشيات. نعم. أنا أشكرك يا سيد أبو أيسر من تركيا. طبعا بالنسبة لموضوع الانتخابات المبكرة، طالما وجدت الأحزاب الحاكمة الآن أو التي حكمت منذ الاحتلال ولغاية اليوم في العملية السياسية وقدمت مرشحين مثل مصطفى الكاظمي اللي على أساس طلع وفق توافقات وأنه هو شخص بعيد عن العملية السياسية وهو جزء من هذا النظام، كل الشخصيات التي تأتي عن طريق هذه الأحزاب ستكون بالطبع ملوثة بفساد هذه الأحزاب. النصائح المقدمة للعراقيين بشكل عام مقاطعة هذه الانتخابات وأن تجرى انتخابات وفق معايير دولية كما يطالب المتظاهرون، وتكون خاضعة تحت إشراف الأمم المتحدة، يعني رغم أن هذه الأمم المتحدة بحد ذاتها هي أيضا مشكوك بشفافيتها وبمصداقيتها، لكن مع هذا هذه المعايير الدولية للأسف التي يتم التعامل بها الآن. من معنا؟ السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حضرتك إلى قناتنا الشريفة لكل عراق الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ، يعني أنا رح أتكلم عن يعني في موضوع أنه يخص كعراق، لأن إحنا في الوقت الحاضر ترى ماكو عراق ولا أكو سيادة، واللي المتأذي هم العراقيين فقط كعبيد للسلطة السياسية وللاحتلال الأمريكي والإسرائيلي والإيراني. أستاذ، البارحة كان اجتماع السفير الإيراني في سامراء واتفقوا مع القوى الأمنية والميليشيات اللي موجودة هناك، قاموا بعملية إنه إضافة إنه جعل سامراء محافظة وتضاف إليها بلد والمناطق اللي موجودة يعني القريبة من عندها،
وقسم من مناطق بغداد كله في سبيل انه جعل مضاء محافظة وإيران هي تقوم بعملية السيطرة على سامراء. نعم. وأخذ مناطق أخرى من محافظة سامراء وصلاح الدين قصدين عفوا من صلاح الدين ومقسم من بغداد. أستاذ هذا الشيء إحنا الحكومة العراقية أصلا لم ننتبه لا لسيادة العراق ولا لشعب العراق. هسه رئيس الوزراء هو ملتهي على عملية التطبيع مع إسرائيل. يعني يفتر بالدول الأوروبية كلها في غرف مغلقة حتى يريدون يقنعون انه لازم انه الحكومة تقوم بعملية تطبيع العلاقات مع اسرائيل. طيب. هذا من جهة. جهة ثانية استاذ كميلكم قبل 30 سنة قالوا احنا نريد نقسم لبنان. فقالوا قال كميلكم طيب. قال اذا اردتم ان تعرفوا متى سيعاد تقسيم المنطقة من جديد راقب العراق وهو مؤشر الخريطة العربية برمتها. سيد أم عبد الله. سيد أم عبد الله. نبدأ من الكبير إلى الصغير. يعني طيب. إحنا سوونا في حالة انفلات بكل معنى الكلمة. يعني لا شعب متكاتف ولا واحد يقتل الله. الميليشيات يعني مسيطرة كاملة. أستاذ بس أنا أعتب على أهالي المغدورين. طيب. إنه شلون يستقبلون هم القتلة يستقبلوهم ويعذرهم بالمصاب الكبير وهم القتلة. أم عبد الله أم عبد الله أم عبد الله بس يعني. نعم. سيدة أم عبد الله تزعلين أحيانا من نقول يابا ليه تطلعون عن الموضوع ونختصر وياكم الكلام. الحد هذه اللحظة يعني مع احترامنا الكامل لرأيك طبعا والكلام حضرتك ما دخلتينا بموضوع أو بجملة مرتبطة بموضوع الحلقة لهذا اليوم. موضوعنا اليوم يا سيدة أم عبد الله بالنسبة للعراق تحديدا الآن بالفترة الحالية والانتهاكات مستمرة نرى بأن سياسة الإفلات من العقاب هو النهج المتبع بالعراق وماكو سلطة ولا قانون ولا قضاء دا يقدر يحاسب أو يعاقب مرتكبي الانتهاكات. إحنا دا نسأل عن السبب. أرجو من حضرتك أنه تعطينا رأيك بهذا الموضوع. أستاذ ما هي الشغلة مرتبطة واحدة بالثانية. شوية بعيدة كانت. صحيح بعيدة بس هي إحنا راح نواجهها. طيب. فإحنا شعبنا دا يعاني. هسه اليوم أنه قاموا بعملية أنه أعلنوا أن المرأة اللي قتلت أبناء الاثنين إعدام. زي ليش ما قاموا بعملية إصدار حكم الإعدام بحق المتظاهرين اللي انقتلوا؟ ليش يعني هذول مو أرواح؟ هذول مو يطالبون بحقوق؟ أستاذ البارحة دخلوا حوالي 100 متظاهر في سرداب وزارة الصناعة. دخلوهم في كمين ودخلوا إلى هسه ما يعرفون مصيرهم. 100 شخص يعني. نعم. هذا يعني هذا مو انفلات امني وعدم احترام حقوق البشر. نعم. ولا احترام حقوق الناس ولا الشباب ولا المطالبه بحقوقهم. يعني الى متى هذا الوضع يعني. نعم. اعتقد انه الوضع انه ما الى اي استاذ اي مفك يعني ما الى شنو الحل. شنو الحل برايك يا ام عبد الله باختصار لو سمحتي؟ والله استاذ اذا ما يشيل الشعب العراقي سلاحه مثل ثوره العشرين والثوره الفرنسيه قاموا بحمل السلاح وقاموا بعمليه اباده هاي السلطه. بس احنا بس لا تنسين يا ام عبد الله انه ثوره تشرين باللجنه المنظمه للتظاهرات والمتظاهرين بشكل عام قالوا احنا ضد السلاح لانه السلاح هو اللي ده تسعى اليه السلطه والميليشيات. احنا ضد هذه الفكره. ليش ده تأيديها؟ لا استاذ اسمح لي لانه هسه اليوم 25 راح تطلع المتظاهرين يطلعون بكميات يعني باعداد كبيره. سوت الحكومه قامت بعمليه غلق الجسور بالاضافه الى هذا انه وضحت قالت احنا نستخدم السلاح الحي في قتل المتظاهر. طيب. يعني هذا 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 وضع الأستاذ. بعدين الميليشيات والقبعات الزرقاء في كربلاء انتشرت باقي المحافظات الجنوبيه. يعني معناه هم بيستخدمون القوه ضد الشعب جاي بشكل سلمي. يعني موت يعني احنا يعني شلون يعني يوجه نفسه للموت. وصلت فكرتك يا سيدة أم عبد الله. أنا أشكرك شكرا جزيلا. يعني
ايضا من ما يفهم من كلام السيدة ام عبد الله بخصوص ما تحدثت عنه من انتهاكات ترتكب ضد المتظاهرين هو الجهات التي صرحت علانية بأنها قامت بالاعتداء أو ارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين. القبعات الزرق ومعروف هي تابعة لمن، والمسؤول عنهم وهو يصرح في تويتر ويتحدث بمهاجمة ثورة تشرين والمتظاهرين، وتحدث علانية أمام وسائل الإعلام بأنه قام بعمل جرة إذن مثل ما قال. هذا الموضوع أيضا كان يجب أن يجد رادعا قانونيا لمثل هذه التصريحات وغيرها، طبعا وغيرها من التصريحات التي خرجت من شركاء هذه العملية السياسية الذين قاموا بالتصريح علانية بأنهم قاموا بسرقة أو رشوة أو ارتكاب انتهاك معين، أو أنهم يعلمون أن هناك جهة معينة قامت بارتكاب انتهاك أو ما إلى ذلك، ومع هذا لم تكن هناك أي محاسبة أو ملاحقة قانونية، رغم أن وفق القانون الدولي المتعارف عليه أو القانون بشكل عام أن الاعتراف سيد الأدلة، لكن في العراق هذا الموضوع لا يؤخذ به لأن هناك توافقات سياسية أقوى من ذلك بكثير. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا كما تابعتم هناك استعدادات كبيرة جدا وتحشيد لبعد غد ذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين، هذه الثورة التي انطلقت في الأول من تشرين الماضي وشهدت طبعا انتهاكات كبيرة جدا من قبل السلطة بقواتها الحكومية والميليشيات التي تكالبت على هذه الثورة ومحاولات شيطنتها المستمرة ونشر الفتنة الطائفية ومحاولات إثارة الفتن والفوضى، لكن استمرت هذه الثورة والآن وصلت إلى عامها الأول وهي تستعد الآن لانطلاقة مليونية جديدة للتأكيد على مطالب الثورة، على رأسها طبعا إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة وإيقاف عمل هذا البرلمان الفاسد كما يراه ويصفه العراقيون طبعا، لأنه السبب في خراب البلد هو مع السلطة التنفيذية وكذلك مع الأحزاب التي حكمت في هذا البلد. السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة أولا. الله يسلمك. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك. إحنا نعرف من 2003 لحد الآن ويمكن الشعب العراقي كله عرف من شماله الى جنوبه، حتى ما يقرون ولا يكتبون يعرفون انه هاي الحكومه فاسده وهاي الحكومه مجرمه وهاي الحكومه قاتله. نعم. لانه هي اول ما من اجت من 2003 الى هسه هم كله قتل وحبس واجرام ودمروا البلد. يعني ما طلع بيهم واحد شريف وقاعد يحاكم اللي دا يقتل. نعم. هم اذا يردون يحاكمون اللي دا يقتل لانه واحد يبدي ينطي اوراق للثاني لان كلهم مجرمين. فيعني ينفضحون كلهم يعني، ولهذا شوف كل العملاء اللي راح خدموا قعدوا على الكراسي. نعم. الوزراء اللي قعدوا ورئيس الجمهوريه وكلهم اللي قاعد على الكراسي من 2003 الى هسه هم مجرمين. ولهذا ما يقدرون يفصحون عن الاجرام اللي دا يسوونه البقيه اللي دا يحكمون هسه. نعم. ولا الكاظمي
لمن هو بال بال يعني صلاح الدين يروح يعزي، على شنو تروح تعزي؟ ليش تعزي؟ وانت تعرف المجرمين اللي قتلوا. نعم. وما اخذوا يا مجرم قاعد بصفة مجرم وبصفة منا مجرم. هي يعني فضيحة، يعني احنا صرنا فضيحة للعالم كله. نعم. هو مجرم وقاعدوا يا مجرم بصفة باليمين واليسار. نعم. يعني انتوا رايح تعزي على شنو؟ ويطلع يقول لهم انا سوف خلال ايام اطلع القاتل. صار له الموضوع 5 ايام، وين القاتل؟ اي هو هذا اقول، يعني هي مو بس هذا الخمس ايام، والهاشمي لما راح زوجته وعد زوجته، رجل لما يوعد وعد بشاربه، هو رجل بشاربه. نعم. هذا ما هو، هذا مو رجل، لما دق الباب عليها قالها اختي انا من شاربه اطلع لك القاتل مال ابو اولادك. نعم. هاي صار كم شهر ما طلع لا الهاشمي ولا، وايش قد صحفيين وايش قد شباب وايش قد اطباء وايش قد ناس راحوا كلهم اللي عندهم شهادات يروحون. نعم. يعني راحوا كلهم ضحايا من اجل هذول السفهاء القاعدين على الكراسي اللي ما يفتهمون كل شيء. نعم. لا من وزراء ولا من رئيس وزراء ولا من هذول النواب اللي دايبقون وشقون، هم كلهم حراميه. واحد اذا واحد يفتن على الثاني لينفضح، لان نعم. كلهم عندهم ملفات. او القضاة مسيسة، ما عندنا قاضي. انا اتعذب على القاضي لما قاعد قدام القرآن. انت غير، انت لما حلفت بالقرآن انه انت تطلع بالعدالة تحكم وتطلع. نعم. البريء، ليش تحكم على البريء وتطلع الظالم؟ نعم. يعني بعد ما يعني ماكو شاره لهذا البلد اذا ما يهذول كلهم يتكسحون يروحون في 60 داهية، واللي يروحهم احنا صبرنا راح يروحهم، وهذول المجاهدين اللي ينطون ضحايا المتظاهرين والسلمية، هي هذا المبدا الوحيد اللي ان احنا مبدانا الوحيد هو هذا. انا اشكرك شارم عبد الله. نعم، شكرا جزيلا للمشاركه. معنا السيد ابو محمد من كربلاء، تفضل. السيد أبو محمد من كربلاء موجود؟ أبو محمد ما موجود. طيب، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية أعلنت أو أعربت عن استنكارها وإدانتها لما يحصل في العراق من جرائم تستهدف المدنيين. أوضحت المنظمة أن مجزرة فرحاتية نفذت تحت أنظار القوات الأمنية الحكومية، وهو تعبير واضح ليس لعجز تلك القوات فحسب، بل عن مشاركتها في زعزعة الأمن لأغلب مناطق سكان العراق الذين يتعرضون بشكل مستمر لعملية الاختطاف والتغييب والترهيب والقتل. ودعت المنظمة لضرورة مخاطبة المحافل الدولية المعنية للقيام بالتقصي عن تلك الجرائم ومقاضاة مرتكبيها لحماية المدنيين. هذا الموضوع أيضا يدخل في سياسة الإفلات من العقاب، وليس فقط الإفلات من العقاب بل حتى تواطؤ الحكومة مع مرتكبي الانتهاكات، وأصبحت هي جزء أيضا من الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب العراقي. السيد أبو ذو الفقار من نينوى، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحياتي القناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا. وكادرها والعاملين فيها جميعا. الله يبارك بك، حياك. أخي العزيز، بالنسبة لهذه الحكومة غاسلين يدينا منها. نعم. أسر 17 سنة ما قدمت في شيء للمواطن العراقي البسيط. نعم. كنا نائب وشخص. الله وكيلك، حتى النفط الإيراني يهربوه عن طريق المياه والموانئ العرق. نعم. احنا مشلبين هاي الحكومة والحكومة والحكومة، ايش قدمت الحكومة غير القتل والجوع والتشريد وتعرف الشعب العراقي البطل. نعم. اي قوة تشرين الابطال ونحن نشد على يديهم. نعم. نشد على يديهم مرة.
ونبارك لهم الثورة وإن شاء الله منتصرين بعون اللي تلا. نعم. أنا أشكرك نعم. أشكرك يا سيد أبو ذو الفقار من نينوى، وشكرا جزيلا لك للمشاركة معنا. رسالة نقرأها مشاهدينا الكرام على الواتساب، الرسالة من السيد محمد من الأنبار يقول: السلام عليكم أستاذ محمد. من أهم الأسباب التي أدت إلى غياب القانون في العراق أولا هو سيطرة الميليشيات الموالية لإيران على جميع مفاصل الدولة، ومنها القضاء الذي سيس لصالح الأحزاب الميليشياوية، والحل الوحيد هو كنس هذه الميليشيات جميعها من البلد، وثورة تشرين هي الورقة الأخيرة لإنقاذ العراق من السيطرة الفارسية. شكرا يا محمد. في رسالة من إحدى الأخوات من بغداد تقول: أني أختكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل ولحد هسه ما نعرف عنهم شيء، والله ملينا وين ما نروح ما يطونا الصدق، والله زوجي مريض بسرطان وأولادي بعدهم صغار، الله أكبر على كل ظالم، والله ما عدنا غير الله وهم، وين مصطفى الكاظمي نريد ولدنا منه، الله أكبر، أمهات راح تموت من القهر، ولدنا قاعد تموت ألف مرة بالأمراض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا الأمهات وطلعوا السجناء. في رسالة لدينا من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة للجميع أستاذ محمد. يقول: العراق للعراقيين، العراق له للعراقيين، وتآمروا عليه فئة ضالة منهم محسوبين على الشعب العراقي، وهم عملاء لإسرائيل وإيران وأمريكا والإنجليز من المحسوبين على العراق وشعبه لتدمير كافة المقدرات الاقتصادية والبنى التحتية للعراق، وراهنوا على تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، لكن حصل العكس، الشعب بقى متماسك ومحافظ على وحدة العراق وشعبه، والزمن كفيل بنصر ثوار ثورة تشرين المباركة، والسلام عليكم. شكرا جزيلا. من معنا؟ السيد أبو محمد من كربلاء، تفضل. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نص صوت التلفزيون يا أبو محمد. جزاك الله خير والله يوفقكم على القناة مالكم. الله يسلمك ويحفظك. أنا ما أقول طالب بالسجن غابة تناسب. الله يسلمك. الله شاهد. الله يبارك فيك. وعلى بيكم على القناة. الله يسلمك، نتشرف. زين استخلون خلون نتام ودينا على صدام وألف واحد معنا صدام، لأن ما خلى واحد ما بهذلوه. أبو محمد إحنا نقول دائما يا أبو محمد، نقول دائما اللي النظام السابق راح باللي إله واللي عليه، ذولا اللي جوي بعد النظام السابق وبعد الاحتلال وقالوا إحنا حنقدم لكم الحياة الوردية، الحياة اللي بيها الفلوس وبيها الديمقراطية والأمان، وين هذا الكلام؟ وهم أحزاب دينية يتكلمون باسم الدين. أنا فاهم على بيك، هو ما حد عم علينا غير بس للعمايم. الله شاهد، ما حد عم علينا غير بس للعمايم. العمايم قال في أنا عتب اللسان. بس هاي عندهم. قال النبي وقال وبالليل الطوف ما عايش بدمارتهم المتعة. زوجتك أنا تحبتي وزوجتك. طيب طيب. لا ما عندهم هم. لا هاي ما عندهم هم عظيم هاي السوالف. طيب أبو محمد يعني اليوم بدنا نتكلم بالحلقة عن الإفلات من العقاب، ليش ما نشوف محاسبة لمن يرتكبون انتهاكات ضد الشعب العراقي داخل العراق عن طريق مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية؟ القضائية هي من عندهم بيهم هسه هاي المحددات من يأخذون غالي للتعاطي، هو مين المخدرات؟ من طبوا؟ غير هم طبوا لناها؟ من طبوا المخدرات؟ هم طبوا لناها؟ هم خلوا الشباب وهاي العالم كلها تندمج من نبراهم، هي الحكومة طبوتها. نعم. ويحاسبونا بالتعاطي، يعاقبونا سنة وغرامة 5 ملايين، وموقوف، قبلوا عوائل بالسجن، واخذوا 5 ملايين الحكومة حطتها بجيبها، وخلوا الشعب هذا كله دايع. نعم. خلوا قاطع الجوار، خلوا البهذيل، خلوا العايب زعاطي طلعايب مرت العايب هيلة
هاي كلها من عندكم. نعم. هم من ابيهم هم هذول العمايل ما حد عم علينا، احنا العمايل من عمو علينا. نعم. والله لا يوفقهم. والله لا يخليهم. أنا أشكرك يا أبو محمد من كربلاء، شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل يا مصطفى. أيوة السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. لا الله يخليك، نحييكم نحيي الشعب العراقي العربي البطل، والله نحيي الثورة النبيلة، نحيي المنظمين وحفظة القانون، ونحييكم جميعا. طبعا سيدي بالنسبة لسياسة الإفلات من العقاب دي، طبعا أي قادة طبعا عنده ضمير، أكيد في ناس عنده ضمير يعني مش كلها قربانة، بس طبعا اللي يجي يتكلم أو يحكم لصالح شعب أو لصالح مظلوم طبعا لازم يجي له التهديد والقتل، زي ما قتلوا الشهيد يا أحمد البطل عبد الصمد والأستاذ صفاء غالي والأستاذ علاء مجذوب وغيره وغيره، والشهيد مهند وكل إخواتنا وأهالينا طبعا الله يرحمهم ويحسن إليهم. فطبعا العملية كلها حالة تكتم، يعني عارف حضرتك حتى لو الدول العربية حتى الدين حتى على الأقل حتى ينبيله حتى بالجرائد، يعني الأقل ما فيها، أقل ما فيها يعني احترموا عقولنا وعقول البشر، يعني ينبيله حتى بالجرائد. مش أنت بتقول إحنا ضد عصابات تنظيم الدولة وضد المجرمين، ما هي عصابات تنظيم الدولة اختفت ودي عصابات تنظيم دولة بشكل آخر. هو ده الهدف، القتل، السرقة، النهب، الفساد، جلد المرتزقة وتجنيدهم وتهجير الشعب وقتل الأبرياء، عيني عينا. حتى الأمم المتحدة، الأمم المتحدة بالله عليك تروح تتفاوض مع العصابات، يعني إيه؟ عايزين نفهموا اللغة، إيه الهدف إن مندوبة الأمم المتحدة تروح تجلس مع العصابات الخارجة عن إطار القوانين والشرائع؟ هل بتقول لهم مثلا لموا العملية مثلا إحنا سافرنا عليكم 17 سنة على الجرائم؟ يعني عايزين نفهموا اللغة بالضبط، إيه القصة؟ فسيد القضاء العراقي فيه ناس شرفاء، بس أول ما يجي حتى يحكم حكم بالعدل لازم ينقتل أو يتصفى أو يتهدد. وان شاء الله منصورين والخير افضل والثوره باذن الله. شكرا جزيلا انا اشكرك شكرا جزيلا سيد مصطفى من مصر. معنا السيد ابو غاليه من الشرقاط، تفضل يا ابو غاليه. وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. محمد الله يسلمك، الحمد لله، تفضل. صدق ترى العراق ظالمينه. نعم المفروض يطلع اول ما يطلع ثالث، المفروض الاول ايه. نعم. إيه هذه عصابة شلة حراميين، شلون تهدى من وراهم عدالة، شلون تهدى من وراهم واحد يحاكم واحد. نعم. أكو مجرم أنت على مجرم؟ ما أكو. نعم. هم ذول المجرمين ضيعونا باسم عباءة الدين، وأما بالمال وأما بسللهم هذا الفاسد. من يملك المال هالسوي كيفه؟ يبقى مو بس من القانون، من أفضل قانون، ما عندنا قانون، قانون الخاف هذا أو يأكل الضعيف. هل يوجد في العراق يا أبو غالية، هل يوجد في العراق حل آخر غير الثورة ممكن الناس تروح له حتى يخلصهم من الظلم الحاصل بالعراق اليوم؟ والله إن شاء الله، إن شاء الله الثورة أول شيء، إن شاء الله نتمنى من الله إن شاء الله الثورة تنجح. نعم. والحل الثاني إن شاء الله الله يجيبه، لا نتطرق إن شاء الله. نعم. أن أملنا بالله ثم بالثورة إن شاء الله. هل بقى اللي ممكن ينطي فرصة، أو هل هناك أمل بمصطفى الكاظمي أو حكومته أو أي شخصية تطلع من هاي الأحزاب إن كان بانتخابات أو غير انتخابات ممكن تصلح الوضع بالعراق؟ لا ما ممكن، هذول أبد أبد ما يصلح منهم ولا واحد. حتى الشريف اللي شارك معهم انكلب. نعم. والله ما بهم فايدة ولا من وراهم رجع. نعم. ما لهم إلا مثل السرطان حشاك، يعني لازم خلع وبعدين تنطيه كيمياوي ورا الناس تشيل الكتلة مال السرطان. نعم نعم. يحقنونه بمواد كيماوية. هذول نفس الشيء لازم تخلعهم وتحقنهم كيماوي حتى ما يظل لهم أثر. حتى تخلص منهم. حتى تخلص منهم. جزاك الله خير جزا القناة. أنا أشكرك يا أبو غالية من الشرقاط، شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا رسالة من الصباح من ألمانيا يقول: السلام عليكم، لا يوجد قضاء في العراق، العراق بيد الأحزاب النتنة والميليشيات الوقحة التابعة لإيران. هل ممكن الكاظمي يعاقب الخزعلي أو حزب الله؟ هيهات الحل انقلاب عسكري والقضاء على الأحزاب السياسية والدينية. طيب أنا أسأل سؤال لسيد صباح، هو باختصار شديد يعني ما الوقت انتهى أصلا، وليس السيد صباح فقط اللي يتكلمون عن الانقلاب العسكري،
هل أصلا بقيت هناك مؤسسة عسكرية في العراق؟ هل هناك في العراق، نعم هي لا تخلو أي جهة حكومية في العراق الآن من بعض الشرفاء من بعض النزيهين، لكنهم مضطرون أن يتعاملوا مع هؤلاء الفاسدين، لكن القوة أو الكتلة الأكبر لمن؟ الجيش الحالي ألم يؤسس على أساس الدمج وعلى أساس الطائفة الواحدة وعلى أساس النظام الطائفي، ومن أسسه أصلا هو الاحتلال الذي جاء بهذه العناصر التي لا خبرة لها ولا ولاء ولا انتماء، وبالتالي نرى الآن المؤسسة العسكرية بانحدار مستمر وانهيار. طيب هذا الانقلاب العسكري من الذي يمكن أن ينفذه؟ وهل العراق أصلا يحتاج أن يعيش تحت حكم بهذه الطريقة، حكم الانقلاب العسكري؟ ألم يكفي العراق الانقلابات التي دمرته وأوصلته إلى ما هو عليه اليوم؟ هذا السؤال. طيب احنا وصلنا إلى ختام الحلقة مشاهدينا الكرام. قبل الختام نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.